تم اليوم لقاء إعلامي بحضور متخصصين في مجال حقوق الإنسان وأكاديميين لإطلاق مشروع يتعلق بحقوق الإنسان في الدبلوماسية المغربية. والهدف من هذا المشروع الذي تم تمويله في إطار ما يعرف ببرنامج بن خلدون لدعم البحث في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، هدف الأساسي هو كيفية إمكانية استفادة الدبلوماسية المغربية من حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان أصبحت في الراهنية الدولية معيار للتعامل ما بين الدول، والمغرب يمكن أن يستفيد إيجابيا من دبلوماسية حقوق الإنسان في إطار ما أصبح يعرف في مجال العلاقات الدولية بالقوة الناعمة. هذا المشروع كما قلت أنه هو مشروع أولا ينقل الاهتمام بحقوق الإنسان في الجامعة المغربية من زاوية الدراسة والتدريس، أي من زاوية المضامين اللي كاينة على مستوى الماستر تلك الإجازة والماستر، وكذلك بحوث الماستر وبحوث الدكتوراه لينقل الطلبة الباحثين إلى مستوى آخر هو مرتبط بتنظيم سلسلة بحوث ودراسات ولقاءات وندوات وموائد مستورة ومستديرة ولقاء مع خبرات، بما يطور أو أيضا مهارتهم المعرفية والبحثية في مجال مهم هو مجال الدبلوماسية حقوق الإنسان. الغاية الأساسية من هذا المشروع هو إنجاز دراسة في شكل كتاب تجيب على سؤال رئيسي، كيف يمكن استثمار موضوع حقوق الإنسان في إغناء وتعزيز وتقوية الحضور المغربي في الخارج والدبلوماسية المغربية والعلاقات الخارجية المغربية.